أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وده معاد فقرتنا الرئيسية الأولى في هذه الحلقة. إزاي نقدر نحمي نفسنا ونحمي أولادنا من الفيروسات بشكل عام اللي بتنتشر كل سنة، زي ما طلع لنا كده مرة انفلونزا الخنازير، انفلونزا الطيور، مش عارفة مرة إيبولا، مرة كل شوية يطلع أو كل سنة يطلع فيروس يعمل هلع في العالم، وهلع زيادة في الشرق الأوسط والوطن العربي، بسبب إن احنا برضو ما بيبقاش عندنا معلومات كافية لا عن الفيروس ولا عن تاريخ الفيروس ولا عن إزاي نقدر يعني إن احنا نقي نفسنا منه. ده اللي هنتكلم فيه، وهنتكلم طبعا يعني هنخص بذكر فيروس زيكا اللي كل الناس بتتكلم عنه دلوقتي. تاني هنقول لحضراتكم في بيان صادر عن وزارة الصحة، ما فيش ولا حالة سجلت حتى الآن في مصر ولا في الشرق الأوسط بفيروس زيكا، بس احنا لازم نعرف ولازم نعرف بقية الفيروسات عبارة عن إيه وإزاي إن احنا نقدر نحمي أولادنا منها. طبعا مستنيين تساؤلات حضراتكم على أرقام تليفوناتنا اللي قدام حضراتكم على الشاشة، صفحتنا على فيسبوك صباح دريم، أو كمان اسمسز على 911-72 اسبيس ونكتب المسج اللي احنا عايزينها. خلونا نرحب بضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو، دكتور خالد عادل مدير مركز التطعيمات الرئيسي بالمصل واللقاح. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. برحب ايضا بالاستاذ الدكتور عبد الهادي مصباح، استاذ المناعه وزميل الاكاديميه الامريكيه للمناعه. اهلا بيك يا دكتور. صباح الخير لحضرتك. قبل ما نبتدي في موضوعنا نروح نشوف هذا التقرير ونرجع مره اخرى مشاهدينا، خليكم معانا. الفيروس تنقله بعوضة تعرف بالزاعجة المصرية، وينتشر عن طريق لسعات البعوضة المصاب بالفيروس، وتظهر على المصاب أعراض تتمثل في حكة الجلد والحمى وألام المفاصل والعضلات. رغم أن 80% من المصابين بالفيروس لم تظهر عليهم أي من تلك الأعراض التي تستمر لنحو أسبوع، ولا يوجد حتى الآن مصل للوقاية من الفيروس. الفيروس ظهر في أمريكا الجنوبية والشمالية، ومنظمة الصحة العالمية بتقول ممكن متوقع 4 مليون مريض. احنا لسه ما عندناش عنه معلومات كتيرة، مش عارفين هو جاي منين اصلا او اتجاهاته فين، بس احنا والمفروض يعني ان الصحة عندنا بما انها سمعت عنه انها تستعد له. يعني والله اعرف ان الفيروس ده منتشر في دول، متوطن في دول معينة في العالم، البرازيل، مصر. اعرف برضو ان هو بيجي من البعوض، وان البعوض ده موجود عندنا في مصر. اشك ان هي هتسافر المسافه دي كلها على اساس الناموسه ممكن يكون عندها عمر اقصر وكده، فالناموس اللي عنده مرض زيكا ممكن ما يعرفش يوصل لمصر. المفروض من الاعلام ان هو يوضح للناس خطوره الفيروس ونشاته فين. يعني كل شويه بنسمع ان في فيروس نازل، بس ايه سبب الفيروس انه بينزل او منين الفيروس ده؟ ما عندناش اي معلومات عنه. فيروس زيكا هو العدوى بتاعته بتيجي عن طريق البعوض، وغالبا هو في الاماكن الساحليه زي سيناء وشمال سيناء والجو ده كله. بنرجو الحكومه المصريه او الصحه المصريه او الصحه العالميه تحجيم الفيروس نفسه على اساس يحجموه، لربما ينتشر، وده خوفنا الكبير. والله هذا فيروس خطير اكتشف في الغرب، لكن هناك تخوف في الحكومات العربيه من انتشار هذا المرض، لانه حتى اليوم ما اكتشفوا له اي علاج، والحكومة يعني والوزارات الصحة في مختلف الدول فيها تخوف نوعا ما. ظهر فيروس زيكا لأول مرة عام 1947 في أوغندا، وكان قاصرا على القرود، إلا أن أول تحور وإصابة للإنسان كانت في 2007 بالمحيط الهادي. وفي 2013 ظهر المرض بفرنسا، حتى عاد الآن للظهور بقوة في 2015 بأمريكا الجنوبية والبرازيل وكولومبيا. طيب ده كان تقرير تضمن ايضا راي بعض المواطنين في الشارع. لسه ما فيش معلومات كتيره عن فيروس زيكا، وهنعرف حالا المعلومات دي، وهنعرف برضو بقيه التطعيمات وكل حاجه تخص الاطفال. بجد ترحيبي بضيوف الاعزاء، ودكتور عبد الهادي خليني ابدا بحضرتك، ايه هو فيروس زيكا؟ فيروس زيكا هو نوع من الفيروسات اللي بتنتقل عن طريق البعوض، خصوصا نوع معين اسمه البعوضة الزاعجة المصرية اللي هي الايدز ايجيبتاي. البعوضة دي ممكن ان هي تنقل عدة فيروسات، اللي هي الفيروس المسبب
لحمى غرب النيل وايضا فيروس المسبب لل البعوضه دي موجوده فين بالظبط بقى؟ موجوده في الاماكن الحاره الاستوائيه او الحاره اللي هي فيها ميه كتير راكده في بعضها في بعض الاماكن في مصر. البعوضه اللي موجوده البعوضه موجوده هنا مش فين في مصر؟ في هتلاقيها دايما في الاماكن بتاعه مثلا زراعات الرز تمام. الحاجات اللي بتكون وجه قبلي الاماكن دي هتلاقي فيها يعني هذا النوع من البعوض، وهي ممكن تنقل ايضا يعني عدوى فيروس حمى الدنج وايضا الحمى الصفراء لو موجوده من شخص الى اخر. تمام، يعني موجوده البعوضه موجوده يعني السبب موجود بس لسه بالزبط. طبعا وفقا لبيان وزاره الصحه احنا بنكرر مره اخرى يا جماعه ما فيش لسه اي حاله سجلت في مصر، بس احنا يعني كنا لازم نعرف ايه يعني طب وسبب انتشار يا فندم، يعني دلوقتي البعوضه موجوده ليه الفيروس ممكن ما ينتشرش في مصر لما البعوضه موجوده؟ لان المصدر اللي هياخد منه الدم المعدي اللي فيه الفيروس مش موجود، اللي هو القرود. لا هو دلوقتي إيه؟ بني ادمين القرود. لا هي بتقول ان لا ما هو القرود دي في البدايه خالص في البداية. 47 من 52 اتنقلت للبني ادمين. طب انا في اوغندا وتنزانيا خلاص، من ساعه ما اتنقلت للبني ادمين هتلاقيها في اماكن متفرقه من افريقيا زي الراس الاخضر زي تنزانيا زي اوغندا زي اماكن زي ما قالت في فرنسا ظهرت في فرنسا وبعدين في امريكا اللاتينيه والبرازيل. السنه اللي فاتت بقى السنه اللي فاتت حصل الجزئيه بتاعه البرازيل دي فجاه لقوا مليون شخص اصيب بالعدوى، والمليون شخص البرازيل بتقول ان ده نتيجه الناس اللي جت في كاس العالم كانت تحمل العدوى. وغالبا ما في حد فندم على فيسبوك بيقول ان في ان سبب الانتشار في حاجات زي دي ان بيبقى في محميات طبيعيه للحيوانات، هل ده سبب؟ بصي ده من البدايات، انا عشان كده بقول لحضرتك الحيوانات فيها خطوره. ده من البدايات يعني في كثير من الفيروسات يعتقد ان اساسها جاي من الحيوان، لان في حد بيقول لأ الناس اللي عايشه في دول الخليج في كتير منها بيكون في محميات طبيعيه وحيوانات كتيره استوائيه ومن هنا ومن هنا، فهل ممكن يكون في سبب لانتشار حد؟ لا هو غالبا غالبا اللي بيحصل ان الوقت ممكن تلاقي يعني لا نفترض اولا الناموسه او البعوضه ما بتتنقلش لمسافات طويله، البعوضه دي اقصى حاجه تقدر تطيرها 400 متر، ما هي ناس تبقى عايشه بقى هناك، فهي النقطه بتيجي عن طريق الناس. انه الناس لما بيجي البني آدم اللي مصاب بالعدوى بيبقى عنده فيريميا، عنده فيروس في الدم، فالناموسة دي تقرصه وتروح تقرص حد تاني سليم فتنقل العدوى الفيروس. المشكلة لما المليون شخص دول أصيبوا فجأة من أكتوبر اللي فات لقوا 4000 طفل مشوهين عندهم حاجة اسمها مايكروسيفالي اللي هو الراس صغر حجم الراس، وبالتالي تأخر المخ تأخر نمو المخ. وأيضا بعض الأمراض المناعة الذاتية زي مرض جيلان باري اللي هو بيؤدي ممكن يؤدي إلى الشلل. شلل شلل تام عند الطفل ممكن على حسب يعني احيانا شلل تام واحيانا شلل جزئي. طب وسبب الانتشار قوي ده في يعني مفيش هنا النقطه بقى ليه انتشر قوي بهذا الشكل بالظبط؟ يقال انه احتمال ان الجلوبال وورمنج اللي هو الـ 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 الارتفاع درجه حراره الارض قد يكون سبب في تكاثر الناموس بشكل غير طبيعي. فده بيؤدي الى ان هو ينقل العدوى بالشكل الهستيري الشكل. ده يا فندم لان خدي بالك الحزام اللي هو منتشر فيه حاليا ده اللي هو جنوب امريكا الجنوبيه وراح لجنوب امريكا الشماليه الولايات المتحده وانت نازله كده على ناحيه الشرق هتلاقيه واصل للهند واصل لجنوب الصين. طيب هو في اسئله كتير برضو من يعني من الناس بخصوص الانتقال، يعني اهم حاجه الناس بتسال عليها انتقال العدوى، بس انا عايز اسال دكتور خالد على حاجه، هل في مصل معين يا دكتور ممكن الاطفال ياخدوه يعني لا قدر الله اذا جت حاله هنا لمصر ولا حاجه؟ هو لسه ما تعملوش مصل ولا لقاح،
ودي هتاخد سنين على لحد ما يقدروا يوصلوا لتطعيم معين. منتشر في العالم كله. لا يعني مش هتبقى على طول دلوقتي خالص. ولازم يقعد فتره برضو. في حاجه اسمها بوست ماركتنج سيرفيلنس برضو بعد نزول التطعيم لحد ما يطرح في السوق. فدي هتاخد مش هتاخد اقل من سنين. طب ايه الحل؟ يعني زي الايبولا فيروس كده. الايبولا فيروس لما ظهر لحد دلوقتي التطعيم اللي بداوا يعملوه لسه تحت الاختبار. الحل ايه يا فندم؟ هل في حل طبي ولا الحل ان هو اجراءات بس؟ حل وقائي بقدر الامكان، زي البعد عن الاماكن فيها ناموس، التخلص من الناموس اللي هي ان احنا نخلص من السبب اساسا اللي بينقل الفيروس. طيب طبعا الناس اللي في الصعيد وموجوده في بعض الاماكن اللي بيبقى فيها حتى كمان زرع كتير وكده، ده بيبقى فيه ناموس كتير، لازم يبقى فيه حملات على طول مكثفه للتخلص من الناموس في كل الاماكن. ده اي انواع ناموس بقى عشان احنا ما بنبقاش عارفين انهي نوع من الناموس. طيب اجراءات بقى واجب على الدوله اتخاذها الموضوع يعني لمنع تسريب هو بالفعل فعلا بداوا يعملوا كشف في المطار، اي حالات داخله فيها شك، ارتفاع درجه الحراره وظهور بعض الاعراض برضو زي الطفح الجلدي واحمرار في العين. بيتعمل كشف في المطار بحيث لو اي حاله مشتبه فيها بتحجز في الحجر الصحي لحد ما يعملوا التحليل ويطمنوا. بس حضراتكم يعني لسه ما فيش اي استعدادات لل لا خالص يعني لسه هتاخد فتره طيب دكتور حضرتك ايه رايك في ده؟ يعني هل نقدر ان احنا نعمل حاجه ثانيه؟ هو شوفي، بدايه لازم الناس برضو تفهم حجم المشكله. هو 80% من اللي بيجي لهم العدوى دي ما بيحصل لهمش اعراض او بتعدي unnoticed، يعني ما بيلاحظوش حتى ان هي جت لهم. ال 20% الخطوره اللي فيهم في الحوامل، يعني مش في طب ازاي فندم 80% ما بيحصلهمش اعراض؟ طب يكتشفوا ازاي؟ ما دي مشكله. ما يعني بيبقى كانه انفلونزا عاديه، يعني بيجي شويه حراره، شويه طفح جلدي بسيط، شويه التهاب في العين، حمرار، شويه الم في العظم والمفاصل، الحاجات دي كلها. طب الاعراض اللي بتخوف بقى اللي تخليني اخد بالي؟ الحوامل والاشخاص والستات اللي في سن الحمل. هنا ما زالت الدراسات الحقيقه. يعني ايه في سن الحمل؟ يعني حتى لو هي مش حامل؟ حتى لو مش حامل بس ناويه تحمل. يعني هي دي النقطه، ان في الحالات اللي زي كده بيبقى ما زالت دراسات دلوقتي شغاله على اللينك او العلاقه ما بين الاصابه بالفيروس والتشوهات الخلقيه. تمام. دي بتحصل ازاي؟ لانه مش عارفين دلوقتي ازاي ده بيحصل وليه بيحصل، وهل الفيروس اتغير ولا البعوضه نفسها اللي جيناتيكالي اتغيرت؟ ممكن تكون فعلا جيناتها اتغيرت فمش عارفين برضو يحددوا الفيروس ده عباره عن ايه. فالموضوع مازال تحت الدراسه والبحث، وكل اللي نقدر نعمله هي الوقايه. يعني الوقايه انه الاشخاص اللي جايين من البلاد اللي معروف ان هي كده، اولا منظمه الصحه العالميه بتلزم الناس دي ان هي ترش المطارات وترش الطيارات قبل ما تطلع عشان ما فيش يجي ناموس او يجي حاجه معاه. تمام. نمره اتنين، الاشخاص الدوله يجب ان هي تحمي او تتخلص من البرك الراكده، اماكن نزول السيول، أماكن نزول الأمطار اللي هي بتتجمع فيها المية والناموس، لأن ده بيتوالد اليرقات واللارفي والحاجات اللي زي كده. دي مهمة جدا برضو. ده طبعا لأن دي قضية أمن قومي، يعني ما ينفعش أتجاهلها يعني. بالظبط. تمام. وبعدين النمرة اللي بعد كده، إن احنا يجب أن أي حد عنده حرارة زي ما تفضل الدكتور خالد وقال، انه يتم متابعته وبائيا من خلال الترصد الوبائي. طيب طيب في حد تاني كان بيسال بالنسبه للناس اللي برضو بتبقى في مزارع وكده، اللي هل بيكون فقط الموضوع يا دكتور انتقال؟ يعني لان لما طلع قالوا ان ده بينتقل من القرود فالناس افتكرت ان هو لا انتقل لا 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 من الحيوانات كلها. الناس اللي في الصعيد وفي الفلاحين اللي بيربوا حيوانات كتير، هل في مشكله في ده؟ شوفي، انا يعني عايز اقول ان البني ادم من ساعه ما جار على مملكه الحيوانات انتقلت له حاجات اللي هي طبيعه غبت عليه. بالظبط. فهو ده اللي حصل بالفعل. يعني عايز اقول لك ان اصل الايدز
جايين من نوع من القرد اللي هي المكاك القرد الاخضر ده وحصل له طفره وهو لما يصيب القرود ما بيعملهمش حاجه لكن يعني يجي يصيب الانسان يعمل له هذا. طب يعني في خطوره بقى. معلش عشان نطمن الناس بس. لا لا مفيش خطوره انا شايف ان بتربي حيوانات تانية مفيش اي مشاكل في الموضوع لا ده لا يعني بس عموما التعامل مع الحيوان يجب ان يكون له ضوابط لان ربنا خالق انواع معينه من الفيروسات تيجي الحيوانات بس ما بتجيش بني ادم لو جت فلما بتيجي البني ادم تتحول وتبقى شرسه جدا زي انفلونزا الطيور. انفلونزا الطيور اول مره تيجي البني ادمين سنه 97 قبل كده ما كانش بتيجي للطيور بس ما كناش بنلاحظها بالظبط فلما هو عشان كده الناس بتسال يعني هي دي النقطة. كلمه ان فيروس منتقل من حيوان لانسان لا هو مش من حيوان لانسان ده منتقل من سنه 52 ما هو يا فندم يعني انتقل من سنه 52 من حيوان لانسان يعني لا خلاص يعني زي بالظبط انفلونزا الخنازير دلوقتي اسمها انفلونزا موسميه ما اسمهاش انفلونزا الخنازير ليه لانها اصبحت خلاص تنتقل عبر البشر من إنسان إلى إنسان. طيب دكتور خالد هل في فيروسات دلوقتي حاليا بمنتهى الصراحة كده منتشرة بين الأطفال فيها خطورة؟ هو في فترة الشتاء يعني؟ هو في فترة الشتاء طبيعي الأمراض اللي بتنقل عن طريق الرذاذ بتبقى أكتر منتشرة أكتر فترة الشتاء. إيه أخطر حاجة يا فندم؟ أخطر حاجة ممكن نقول التهاب الرئوي. التهاب الرئوي التهاب الرئوي والحمى الشوكية منتقل ازاي والانفلونزا الثلاثه بيتنقلوا عن طريق الرذاذ من مريض لشخص طبيعي عن طريق الرذاذ كحه او عطس او كده. طب يا فندم يعني هل يعني ده ليه تطعيم والاولاد بيروحوا ياخدوه بس اذا انتقل هنعمل ايه بالظبط؟ هو بالنسبه لوجود التطعيم فيه بالفعل تطعيم فعلا بالنسبه للانفلونزا والالتهاب الرئوي وموجود دلوقتي التهاب الرئوي بالنسبه لجميع الاعمار مش الاطفال بس لان برضو في غير الاطفال ناس كتير عرضه سواء الكبار في السن او اي سن بين الاطفال والكبار السن برضو معرضين بالذات لو في مثلا مصاحب مرض مزمن او نقص مناعه او كده. ما هي دي يا فندم النقطه بالزبط. يعني دلوقتي برضو عشان ايه انا بسمع ان مثلا حد سنه كبير شويه فجاله التهاب رئوي توفى يعني ايه بالظبط يعني هي دي بتعتمد على كذا حاجه بتعتمد على سن المريض سواء طفل صغير او حد كبير او حد بين الاعمار دي لكن بتلاقي عندهم مثلا امراض معينه بتنقص المناعه بتاعتهم زي مثلا في حاجات كتيره امراض مثلا زي السرطان مثلا شايل الطحال بياخدوا علاج كيماوي بياخدوا علاج كورتيزون بجرعه عاليه تمام بس بالزبط. احنا مفيش يا فندم عندنا بس نقطه الوقايه دي يعني ان انا بستنى لغايه ما الطفل يعي او ما الشخص يعي لحد الاخر خالص وبعدين اوديه يتعالج. طيب فرضا ان هو لا قدر الله عيه ان هياخد هيعمل ايه بقى علشان برضه لو كان طفل صغير وعنده مشكله عنده حساسيه مثلا بالزبط. عنده حاجه يعمل بالزبط. ايه هي طبعا محتاجه يبقى في تشخيص مبكر وعنايه يعني دقيقه في العلاج يعني مثلا حاجات اللي تبرا بسبب البكتيريا بيبقى علاج مكثف انتيبيوتيك مكثف تمام الحمى الشوكيه برضو لو سبب بكتيريا برضو يبقى علاج مكثف مضاد حيوي تمام مش كل حاجه بتبقى علاجها بالمضاد الحيوي في فيروسات مثلا ممكن تتسبب الامراض دي ويبقى ساعتها ملهاش علاج بس حاجات علاج سيمتوماتيك بس لحد ما يخف بالظبط هو انا برضو عايز اركز على تطعيم الالتهاب الرئوي ان ده بقاله كذا سنه نازل ويعتبر تطعيم مهم جدا لان المرض الالتهاب الرئوي تقريبا من يعني اكتر حاجه بتسبب جدا. الوفاه في الاطفال تحت الخمس سنين تحت الخمس وطبعا الطفل ياخد من سنه كام من سن كام من سن شهرين وممكن من 6 أسابيع كمان ده اقل سن وهو بس مش مقبلين عليه يا فندم تدريجيا بقى في اويرنس او وعي اكتر بالنسبه لاهميه التطعيم وبالفعل فعلا يعني شهر او يعني كل 6 شهور بنلاحظ فرق في في الاقبال على التطعيم ده مش تطعيم ده بذات حاجه كتيره تمام. طب بالنسبه للوقايه دكتور عبد الهادي يعني الوقايه احنا بقى ايه يعني الدكتور خالد بيقول بتنتقل مثلا عن طريق الرذاذ يعني تجمعات يعني مدارس يعني الفصل يعني الباص بتاع المدرسه يعني كلمة الفيروسات يعني بصفه عامه بشكل فيروسات عام. الشتاء يعني فيروسات الشتاء لو احنا بس عشان طبعا اكيد الامهات اللي شايفينها بتبقى قلقانه خصوصا ان الجو مش يعني متقلب قوي دلوقتي معظم الاولاد
بيتعبوا يعني. يعني هو المفروض طبعا ان اللي ابنها تعبان او عيان ما يروحش المدرسه، بس فندم في اجراءات وقائيه معينه ممكن الاولاد ياخدوها زي اعلمهم ايه؟ اولا لازم يعني ناخد بالنا ان الامراض كلها اللي اشار اليها الدكتور خالد كلها بتنتقل عن طريق الرذاذ والملامسه، يعني مش بس العطس والكحه، لا ده الملامسه. يعني واحد عطس خلاص مسك او العطس جه في الترابيزه دي مثلا، واحد تاني جاي بيلمسها، فبالتالي يحط ايده يدعك عينيه، يحط ايده على مناخيره، هنا بقى الخطوره. الاوتوبيس مثلا واحد عطس في ايده مسك مش عارف ايه في بتاع، فالواحد لابد انه الواحد يعطس في منديل خلاص، وبعدين اذا ما لحقش المنديل يعطس في في الكوع مش في الايد خلاص، عشان بعيد عن الجلد، بعيد عن الجلد عشان ما ينقلش العدوى الاخرين. تمام. وبعدين في نفس الوقت التجمعات، الاماكن اللي فيها تجمعات زي اللي هي المدارس، اتوبيسات المدارس والفصول والحاجات دي لابد ان هي تكون جيده التهويه. وبعدين اعلم الطفل او اعلم اي حد سواء كبير او صغير انه يغسل ايديه عمال على بطال، لان 70% من فيروس الانفلونزا بينتقل عن طريق الملامسه مش عن طريق نغسل ايدينا. نعلم ولادنا يا ريت يغسلوا هم في المدرسه او في النادي، دي مشكله، لان فعلا الاولاد لازم تعلمي الطفل كده انه عمال على بطال يخش يغسل ايده، لانه ده بيقي. في بيبر نزلت في لانست بتقول انه غسيل الايدين لوحده بينقذ 1,000,000 شخص كل سنه من الموت من خلال الامراض. ده الوعي بقى والوقايه اللي انا بتكلم عليه. احنا بالزبط. لسه شويه فعلا لسه لازم ايضا احسن مناعه طفلي. يعني الطفل ده لازم اديله التطعيمات اول الشتاء، يعني كل سنه في اكتوبر، زمان اللي ما خدش في اكتوبر ياخد في اي وقت مفيش مشكله. التطعيمات بتاعت الانفلونزا والالتهاب الرئوي دي مهمه جدا. تمام. الالتهاب الرئوي بالذات الكبار السن والاطفال، لكن او اللي رايحين مسافرين في اماكن طبعاً يعني طبعاً معرضه للحاجات اللي زي كده. طيب دي بتبقى برضو بتبقى كل يعني دي تاخد في اي وقت، يعني حتى اللي ملحقش اكتوبر يروح دلوقتي طبعاً ياخد التطعيمات دي. طيب يا فندم لو رجعنا تاني بس الفيروس زيكا، احنا عايزين نرجع تاني للاعراض. حضرتك كنت بتقولي بس عشان كان في حد بيسال على موضوع السيدات الحوامل، هي بتبقى حاسه بايه لو يعني بيحصل لها ايه؟ هو الحقيقه ما زال الكلام بالنسبه لحكايه فيروس زيكا دي للحوامل انها ما بيحصلهاش حاجه. السونار يعني السونار ممكن يبين. السونار بيبين امتى؟ بعد كام شهر؟ بعد 4 شهور لما بتبدا الجمجمه تتكون. طب يا فندم لو دي كده ما بيبقى خلاص ملهاش حل، يعني الجمجمه اتكونت حصل له طبعا بتبقى في ريسكي الاجهاض، هيبقى مساله ولا يعني مساله ريسكي. فاحنا بنقول دايما خلي بالك كمان ان في اطفال يتولدوا يعني ما يتظهر لهمش تشوهات خلقية في الالترا ساوند ولا حاجة، لكن يجي لهم الأمراض المناعة الذاتية زي الجلامبري وغيره، فده مش هيبان في السونار. فناخد بالنا اللي مالوش لازمة انه يسافر. خلي بالك في دورة دورة الأولمبية في ريو دي جانيرو، فدي برضو في قلق كبير جدا من ان الناس اللي هتروح عايزة تطمن قبل ما تروح، وخصوصا طبعا السيدات او البنات اللي هم في سن الحمل. بالظبط، ما هي دي النقطه. يعني طيب احنا معانا على الهاتف دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. دكتور خالد صباح الخير. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا النهارده طيب يعني بنتكلم على الفيروسات بشكل عام، وبنتكلم ايضا عن فيروس زيكا بشكل خاص. احنا عارفين ان حضراتكم اصدرتم بيان ان لم تسجل اي حاله في مصر للاصابه بفيروس زيكا. هل في يا فندم مجهودات من وزاره الصحه او حضراتكم كجهه حكوميه ل يعني منع دخول اي حد ممكن يبقى عنده هذا الفيروس، ولو حصل الاجراءات اللي هتتم ايه؟ اتفضل يا فندم. هو طبعا يعني مبدئيا كده هو طبعا فيروس زيكا. دكتور خالد لو سمحت بس احنا مش سامعين حضرتك كويس. الو الو. ايوه دكتور اتفضل. اتفضل اتفضل. اولا الاستاذه ضيوف وحضرتك اسئلتنا
ده رقم واحد. رقم اثنين هو 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 فيروس زيكا. ده فيروس تم اكتشافه عام 1947 في ارض هندي في قاره اوغندا. ايوه زيكا. ثم تم وبعد ذلك 1952 في البشر. هو بينتقل عن طريق بعوضه اسمها بعوضه الايدس. تمام. العدوى بتكون عن طريق البعوضه مش عن طريق الانسان. تمام. هو منتشر في الامريكتين ومصر خلاها تماما منه حتى الان. تمام. مصر كدولة بتاخذ اجراءات طبعا بتاخذ اجراءات احترازيه ودي بتبقى تتمثل في تشديد المراقبه على مناخ الدخول سواء المطارات او المواني وده. أيوة. بيبقى من خلال غرف الحجر الصحي. وتبقى اذا تم الاشتباه في اي مواطن او من هذه الدول عاليه الخطوره يتم احتجازه او عزله لحين التاكد من اصابته او عدمها. حاجة. الحاجة الثانية عندنا الترصد الحشري وده بيقوم به قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة. الترصد الحشري بمعنى ان بيتم اخذ عينات من البعوض للتأكد من انها ناقلة او غير ناقلة لهذا الفيروس او المرض. تمام. طيب انا بشكرك يا دكتور، شكرا على التوضيح. دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، يا جماعة نطمن مفيش ولا حالة وما تقلقوش، الموضوع هو بينتشر عن طريق البعوض مش عن طريق اي حيوانات تانية، علشان الناس اللي عندها حيوانات او بتستعمل حيوانات في اكل عيشها زي يعني اهالينا في الصعيد والاماكن اللي فيها مزارع مفيش اي قلق، لان دي كانت الحاجات المخيفة شوية. لا بالنسبة عايز اقول لك الانفلونزا في رأيي اخطر كتير قوي من زيكا. يعني انفلونزا ليه فندم مش زيكا بيعمل تشوهات؟ لا ده بخلاف الحمل، بخلاف الحوامل. يعني بخلاف ما يحدثه من تشوهات. طب حضرتك ليه شايف ان الانفلونزا اخطر؟ الانفلونزا بتموت كل سنه في الولايات المتحده 25000 واحد. الانفلونزا العاديه مش الانفلونزا العاديه بتموت 25000 نتيجه خصوصا في الاطفال وكبار السن. والاشخاص اللي عندهم امراض مناعيه، نقص مناعه، ايدز، او بياخدوا مثبطات زي الكورتيزون او الحاجات اللي هي الناس اللي عندها روماتويد وذئبه حمراء والحاجات دي، دول بيبقوا دايما عرضه او مناعتهم بتبقى ضعيفه. تمام. فعلى طول بيجي لهم التهابات رئويه، الاشخاص المصابين بالاورام اللي بياخدوا كيماوي الحاجات دي. فدايما بيبقوا مشكله مناعيه. انا مش عايز القلق يعني يتفشى بين الناس على فيروس زيكا. ما هو فندم القلق حصل لان بناخد الناس بتاخد معلومه من هنا ومعلومه من هنا ومعلومتين من على الفيسبوك، واصل ده ليه تطعيم، لا ملوش، لا اصل اللي عنده بقى بقرا اللي لا عنده. لا هو ملوش تطعيم وملوش علاج مباشر. لكن دورنا يعني ان احنا نوضح ان في حاجه جديده، في باترن جديد للعدوى، في اسلوب جديد للعدوى. فاذا احنا ما وضحناش ده وخدنا بالنا منه هتنتشر، هيحصل ممكن الفيروس نفسه يتطور ويبقى مشكله. هل ممكن الفيروس يتطور طبعا ويبقى ينتقل عن طريق حاجه تانية غير البعوض؟ لا، ما عايز اقول لك ان ده غير واضح يعني حتى الان، ممكن او ممكن لا. يعني ده في دراسات بتتعمل عن كيفيه بيحصل ايه جوه البعوضه. يعني احنا لغايه دلوقتي مش عارفين بالظبط الدوره اللي بتحصل جوه البعوض. فدي نقطه يعني ما نقدرش ندي التفاصيل كامله عنها. لكن اللي قاله الدكتور خالد مجاهد هو يعني كلام منطقي وسليم. يعني ما فيش قلق لحد دلوقتي خالص. طيب التطعيمات بقى يا فندم حضراتكم، المجهودات بقى اللي بتعملها في اماكن ما بيوصل لهاش التطعيم بمنتهى الصراحه، في ناس خصوصا في المناطق النائيه بيبقى في مدارس في كذا، في حتى اطفال بيهملوا التطعيمات بشكل عام يا فندم، وبيهملوا خصوصا التطعيمات ضد الفيروسات، وللاسف الاماكن دي بينتشر فيها امراض معديه كتير جدا. هل في يعني اي خطه مثلا حضراتكم تقدروا ان انتم توصلوا بيها لاكبر عدد من الساده المواطنين خصوصا الاطفال يا فندم؟ هو المشكله مش بس في المناطق النائيه للاسف. في كل المناطق الوعي الصحي مش كافي، ما وصلش للدرجه ان الناس كلها تهتم باخذ التطعيمات، زي مثلا التطعيمات الاضافيه زي الروتا اللي بيحمي من النزلات المئويه بسبب الروتا فيروس، وتطعيم المقاورات الرئويه اللي بيحمي من حمى الشوكيه والالتهاب الرئوي والتهاب الاذن الوسطى. كل ده ما بيتاخدش في مواعيد. بيتاخد بس بنسبه قليله قوي.
يعني احنا بنسعى على طول ومن عن طريق البرامج الوعي الصحي. دي مش تطعيمات اجباريه، دي تطعيمات اختياريه بيديها. بس الحمى الشوكيه ممكن تقضي على طفل. بالظبط يعني ما انا حتى لو يعني عشان هي اختياريه ما اديهاش للطفل. لا قصدي اقول ان في ناس ممكن كانوت افورد يعني ما تقدرش تتحمل ثمنها. هي دي بفلوس قد ايه يا فندم؟ يعني هي تعتبر مهما قلنا ارخص بكتير من اللي ممكن يحصل من طبعا من الكومبليكيشنز مضاعفات يعني. الامراض. طب الناس اللي ما تقدرش تدفع تعمل ايه؟ يعني هي هيعملوا ايه فندم؟ يعني هو ما يقدرش يدفع ممكن يجي للطفل عنده يعني حمى شوكيه او حتى التهاب رئوي يموت الطفل عشان هو ما كانش قادر يدفع ثمن التطعيم. هو بيبقى عارف بس في جمعيات وخيريه بتوفر مساعدات يعني بالنسبه للتطعيمات دي للي مش قادرين. طبعا الموضوع مش مغطي. بكم هي ثمن الحقنه دي فندم؟ يعني بالنسبه للتطعيم ايه بالذات؟ الحمى الشوكيه مثلا والتهاب الرئوي. الحمى الشوكيه بيبقى تتراوح حوالي يعني. في الثمانينات 80 جنيه؟ في 80 لحد يعني كام؟ اقصى حاجه بتوصل لكام؟ لا بالنسبه للحمى الشوكيه هو يعني حوالي 80 تقريبا. بقيه الحاجات ايه اقصى حاجه ايه؟ الاقصى حاجه ممكن توصل ل 300 وحاجه. ده ايه بقى ال 300 جنيه دي؟ ده في مقاولات رئويه. هو في كذا نوع ب 200 وحاجه نوع ب 300. بس هو زي ما بقول لحضرتك هو مهما كانت اسعارهم لو قارناها يعني احنا ممكن نقارن سعر التطعيم بسعر بالتكاليف اللي ممكن تحصل تنتج من المرض. بس المحدود الدخل ما بيحسبهاش كده. بالظبط هو ما بيحسبهاش كده. هو مش هيقدر يبقى عنده مثلا 3 اولاد فيدفع لكل واحد 300 جنيه في الحقنه ويقول لا ده انا هدفع 300 جنيه دلوقتي بس عشان ايه ما اقدرش ادفع يعني بعد كده ما ادفعش فلوس كتير في العلاج. هو مش هيحسبها كده. هو هيحسب ان انا الثلاث ولاد دول هدفع لهم 900 جنيه طب انا معيش خلاص مش هطعمه. ممكن واحد فيهم لا قدر الله يجيله حاجه ويحصل له يعني هو فهي يعني دي المشكله. هو في طبعا جهات خيريه كتير بتساعد في الموضوع ده. بس هو المشكله مش قاصره على المجموعه دي بس يعني حتى اللي بيقدر يدفع برضه ما عندوش وعي كافي ان هو يطعم. يعني مثلا ممكن الام تقول لا انا خلاص مش هطعم ابني او بنتي الجديري مائي لانه يعني بيبقى مجرد شويه سخونيه وبثور والموضوع بيعدي. الموضوع ممكن ما يبقاش كده بس ممكن البثور نفسها اللي بتحصل تعمل تشوهات في الجلد طبعا. ممكن الموضوع يتطور ان هو يعمل التهاب في المخ والتهاب رئوي. الكبد يالف مثلا ممكن ان هو في العادي على طول الطفل بيخف على مدار مثلا بعد نظام راحه معين ونظام غذاء معين 3 اسابيع شهر بالكثير والطفل بيبقى زي الفل. بس في حالات نادره جدا ممكن يحصل مضاعفات شديده جدا. وغير ده كله في حاجه برضو بنفكر فيها الفتره الغياب الطفل عن المدرسه الفترة دي كلها وممكن غيابه عن الامتحانات وغياب الأم عن الشغل علشان تاخد بالها برضو من الطفل والتمن العلاج والحاجات دي. فهي المشكلة مش بس في محدود الدخل مشكلة كمان في القادرين مفيش وعي كافي بأهمية التطعيم. طب انا يعني المجهودات اللي حضراتكم بتعملوها كجهة مسؤولة عن ده علشان ننشر الوعي المفروض نعمل ايه؟ على طول بيحصل توعية في الراديو توعية في التلفزيون توعية في النوادي في الجامعات بيطلع حملات على طول توعية أهمية التطعيمات دي. وعملوا الحقيقة حاجة كويسة في هناك في مصر واللقاح اللي هو منافس بيع في النوادي. بالظبط يعني دي حاجه لطيفه. وانا يا فندم عايز اوصل بقى للاماكن الثانيه مش النوادي بس. ما انا بقى في يعني النوادي وفي المحافظات لكن احنا منتشرين في كذا يعني فيها تجمعات والجو فيها. هي دي نقطه كويسه تحسب الحقيقه. تمام لان بيبقى فيه دكتور يعني حاجات زي التجمعات والبيئه المحيطه مش مساعده. يعني البيئه المحيطه ان انا بلاقي مثلا ناس بتحرق البواقي بتاعت الزرع بتحرق قش الرز بتحرق مش عارف ايه. فحتى السليم مش هحكي بقى لو السليم بيعيا ما بالك بقى لو طفل صغير او حد كبير في السن. ما انا بعد كده بلاقي ان المنظومه الصحيه لو فضلنا كده مش هيبقى عندنا حد يشتغل بعد كده يا فندم. صحيح كل واحد يعني. فالمفروض ان احنا نحاول ان احنا نتكاتف كلنا كجهات حتى مسؤوله او غير مسؤوله. اصل الصحه دي بتاعتنا كلنا يعني. طب هو مبدئيا هو احنا لنا كذا فرع داخل القاهره مثلا في الرحاب في 6 اكتوبر في نادي الشمس تمام. نادي بتروسبورت وسيتي ستارز ودانتي مول وفي برضه في اسكندريه وكفر الشيخ. ومن خلال المراكز دي برضه بيتم توعيه المناطق اللي حواليها برضه. تمام. طيب معانا تليفون احمد من الشرقيه. الو الو صباح الخير. صباح النور يا استاذ احمد اتفضل. لا سمحت كلمت دكتور خالد اتفضل.
اتفضل هو معاك حضرتك، بس اسمعنا من التليفون يا فندم. ماشي حاضر. هو انا دكتور خالد. صباح الخير، اهلا وسهلا بيك. لو سمحت انا حضرتك لسه عارف الموضوع تطعيمات الاضافيه للاطفال، فلسه مدي بنتي الجرعه بتاعت اول جرعه اللي هي التهاب الرئوي، فهي عدت سنه ونص، فهل ده ليه جدوى ولا لا؟ ثانيا انا كنت عايز اعرف السن اللي بتاخد عليها التطعيمات الاضافيه المختلفه، عشان انا عندنا ما حدش يعرف حاجه زي كده اصلا. الشرقيه؟ لو سمعت صح هو قال الجرعه الاولى خدها عند شهرين ودلوقتي هو سنه ونص. هو بيقول عندهم في الشرقيه ما حدش يعرف حاجه عن الموضوع. هو في الحاله دي هو خد جرعه تعتبر الثانيه عند سنه ونص، يبقى له كده جرعه ثانيه بعدها بشهرين على الاقل. تمام كده يبقى احنا خلصنا الكورس بتاع تطعيم التهاب الرئوي. تمام طيب شكرا. والتطعيمات الاضافيه الثانيه لو حضرتك بتسال برضو بالنسبه للسن ده في الجدري مائي والكبدي الف. طيب شكرا يا استاذ احمد. معانا عايده، مدام عايده. الو السلام عليكم. عليكم السلام مدام عايده، حضرتك بتكلمينا منين؟ من بورسعيد. من بورسعيد، اتفضلي. بقول لحضرتك انا عندي 64 سنه ودايما بيجيني عندي حساسيه صدر وازمات، الطعم ايه ممكن؟ عايزه اعرف نوع الطعام اللي ممكن اطعمه. تمام طيب حضرتك يعني عندك اي الحساسيه دي مزمنه يعني؟ يعني لا على فترات. طيب دكتور عبد الهادي، هي المفروض طبعا تطعيم الانفلونزا ده لابد ان هي تاخده يعني تعتبر مزمنه يعني. اوكي تعتبر مزمنه، بتجيلها كتير يعني، قصدها ان بتجيلها كتير. تطعيم الانفلونزا لابد انها تاخده كل سنه، وفي تطعيم نوع معين من الالتهاب الرئوي يصلح لكبار السن برضو ممكن تاخده، لان الالتهاب لما بيحصل معاه بتزيد معاه الحساسيه. يعني الانفلونزا لما بتيجي والحاجات دي لما بيجي بتزيد، بيحصل كريزة، بتتقفل الشعب الهوائية وبتقلب بالتهاب رئوي. تمام تمام يا مدام عايدة، بشكرك على تليفونك. طيب الاستاذ احمد اللي كان في التليفون اللي قبل كده بيقول احنا في الشرقية ما نعرفش حاجة عن الموضوع ده، ازاي؟ لا ما اعتقدش، لان عندهم جامعة الزقازيق. طب هو ما يعرفش، هو ممكن يعني ازاي؟ طب ما هو الراجل بيقول ما اعرفش. يعني لسه عندنا برضو نشر الوعي. هو يا فندم، طب دكتور عبد الهادي يعني ارجوك يعني قول لي بمنتهى الصراحه، حضرتك شايف ان الوعي الصحي في مصر لا. يعني كما ينبغي؟ لا لا لا، بس دي بصي مسؤوليه مشتركه. يعني مسؤوليه الشخص نفسه ومسؤوليه الحكومه ومسؤولية الجامعات ومسؤولية الإعلام. طب احنا قلنا كلنا يعني لازم يحصل في نوع من التعاون. كله تمام وكله لسه مش تمام؟ لا ما حدش بيقول كله تمام. لا مستحيل نقول كله تمام. تمام ازاي؟ اصل لازم حضرتك يعني الناس تعرف، او احنا لازم يكون عندنا ايمان كامل بان الاستثمار الوحيد اللي هيجيب ثمنه هو الاستثمار في البني ادم، سواء صحة أو تعليم. فإن الحاجتين دول لو ما عرفناش إزاي نوصل للبرفكشن فيهم أو على الأقل نقرب، بس نقرب من البرفكشن، يبقى في الحالة دي إحنا هنفضل مكاننا. بس ياريت هنفضل مكاننا، هنتخلف، هنتراجع بمئات السنين. ما هي دي المشكلة. وبعدين التعليم والصحة مرتبطين ببعض، احنا يعني لسه برضو ايه في الطرق اللي احنا بنعلم فيها الولاد في الفصول ان هم ازاي ياخدوا بالهم من صحتهم، الوجبات اللي موجودة في المدرسة، الحاجات دي احنا يعني مش معقولة برضو. يعني غسيل الايدين اللي بقول لحضرتك عليه ده بسيط قوي، نعلم ولادنا غسيل الايدين ينزلوا يلاقوا الحنفيات مسروقة. يعني طيب الله يا ريتها موجوده حتى عشان تعدي، هي يعني مش موجوده اصلا، يعني مش موجوده يا سيدي، خفنا عليكم العدوى فسرقنا الحنفيات يعني. فلا في طبعا قصور في حاجات، واحنا طبعا ما بنقولش ان كل حاجه تمام. طيب. لكن هي برضو لازم الاشخاص يدوروا ويبحثوا. النهارده في حاجه اسمها انترنت، في اعلام، في راديو بيتكلم، في تلفزيون زي حضرتك، برنامج حضرتك. تمام طيب ناخد تليفون محمد من اسكندريه. استاذ محمد صباح الخير. صباح النور. اتفضل يا استاذ محمد. لو سمحت انا كان عندي جيوب انفيه وحساسيه في الانف، بعد كده تطورت لحساسيه في الصدر، واي شويه برد بحس ان الشعب قفلت، فرحت للدكتور فكتب لي على بخاخه اسمها سيريتايد للصدر. هل في علاج ثاني؟ عشان برضو انا حاسس ان انا تعبان ما بخفش يعني. يعني مشكله في الجيوب ولا عندك بتنزل على صدرك؟ على صدري يعني، تبدا بالجيوب وحساسيه بالانف، بعد كده اخد بخاخه اسمها بيكلوزون للانف،
اوكي. بعدها بفتره احس برضو صدري مقفول، فجبت بخاخ اسمها السيريتايل برضو تعبانه دكتور. اوكي تمام. طيب اتفضل. اللي بيحصل انه وجود التهاب مزمن في الجيوب الانفيه بيبقى زي بؤره صديديه او مركز لايه، لانه ينزل على الجهاز التنفسي يسبب الاعراض دي. ساعات بيبقى سببه الحاجز الانفي، ساعات بيبقى سببه انه عنده مشكله مزمنه في الجيوب الانفيه، فمحتاج يروح يشوف. طيب. ويصلح الجزئية دي لأن أوكي. صدره جاي من فوق. طيب معنا تليفون مروان. مين؟ السلام عليكم. مروان من اسكندرية. مروان اتفضل. ألو أستاذ مروان معنا؟ السلام عليكم. عليكم أيوة. السلام اتفضل يا فندم احنا سامعينك. ولا عايز أسأل الدكتور يعني سؤالين حضرتك. بالنسبة لحضرتك لتطعيم الأنفلونزا هو ليه يعني سن؟ ليه إيه؟ أيوه بالنسبة لتطعيم الأنفلونزا حضرتك. ليه سن معين؟ وبعدين بالنسبة لمريض الجهاز التنفسي يعني ممكن ياخد التطعيم؟ وبعدين أنا كنت قبل كده جاي يعني بحاول أحصل على تطعيم من الصيدلية، وبعدين دكتور قال لي إيه؟ قال لي الفيروس بتاع الأنفلونزا بيتحور، يعني أنت ممكن تاخد المصل مش هيجيب معاك النتيجة، عشان المصل كل يعني فترة بيتحور. تمام. الحاجه دي مش هيكون لي اي نتيجه. طيب وشكرا. شكرا يا استاذ مروان. دكتور خالد هو بالنسبه لتطعيم الانفلونزا انا بس عايز اوضح ان هو سعره بسيط جدا، تلاتينات. وللاسف ما في يعني في ناس كتير بتطعم، بس برضو مش بالقدر ده اللي هو في الصيدليات العادي ب 35 جنيه. بالظبط هو ده الناس تاخده. بالظبط ده يعني سعره كويس جدا، ومع ذلك مفيش وعي كافي او مفيش اقبال بما ينبغي. هو تطعيم مهم جدا. ليه وقت؟ هو اللي بنبدا من عمر 6 شهور. الطفل ممكن ياخده من عمر 6 شهور وطالع اي سن بقى، يعني سن. اطفال الاكبر شويه، الكبار في السن، مرضى القلب، مرضى الصدر، مرضى الحساسيه. مش خطر على حد. مفيش حد مش خطر على حد، الا بس لازم نتاكد انه يكون ما عندوش حساسيه من اكل البيض، ده المانع الوحيد. بس دي الحاجه الوحيده. طب هو التطعيم ده لما يتاخد والشخص ما عندوش اصلا اي اعراض انفلونزا؟ المهم ما يكونش فيه سخونيه، لو رشح بسيط، كحه بسيطه، ما فيش مشكله، المهم ما يكونش فيه سخونيه. وبرده في نقطه برده بالنسبه لموضوع تحوير السترينز او الفصائل. بالفعل ده بيحصل من سنه للتانية او كل كام سنه. وبالتالي اللي بيحصل ان قبل ما التطعيم بيتصنع في الشركات الفارماسيوتيكال لازم في كذا مركز على مستوى العالم تبع منظمه الصحه العالميه بيتم فيه من خلاله عزل السترينز المنتشره في الموسم ده، وبيجمعوا التطعيم اللي بيجمعوا الفصائل اللي هي كومن بين المراكز كلها. تمام. وبيتم من خلالهم تصنيع التطعيم. فمعنى كده التطعيم بيحمل اكتر 3 فصائل منتشره على مستوى العالم، بس ده مش معناه ان يحمل الفصائل كلها. هو بيحمل اكتر سترينز، اكتر 3 كومن. وبالتالي في نقطه برضو انا انتهز فرصه دي اوضح برضو نقطه، ان في بعض الناس ياخدوا التطعيم ويقولوا مثلا السنه اللي فاتت انا لما خدته ما فادنيش او جالي دور بعدها. انا عايز اوضح في كذا تفسير للنقطه دي. اولا زي ما اتفقنا هو بيحمي من اكتر 3 فصائل منتشرين، ممكن حالات نادره الواحد يبقى معرض لفصيله خارج الثلاثة دول، بس ده مش معناه ان احنا ما ناخدوش، لا احنا ناخد التطعيم لانه في اكتر 3 منتشرين. وده اللي يعني انا ممكن اخد التطعيم بتاع البرد ويجي لي برد عادي، يجي انفلونزا بس بسترين مش موجود في مش موجود من خلال التطعيم، وده بتبقى حاله نادره. لكن ما دام في فرصه ناخد التطعيم اللي فيه 3 فصائل منتشرين وشداد، ليه لا؟ دي نقطه. النقطه الثانيه ان ممكن الناس يجي لها ادوار فيروسيه وبتدي اعراض مشابهه للانفلونزا، فاللي بيجي له الدور بعد كده يقول طب انا جالي انفلونزا. هو ما تشخصش في فيروسات كتيره جدا بتعمل بتعمل اعراض مشابهه للانفلونزا، وناس تربطها بالفيروس يقول طب انا ليه. طب لا دي نقطه مهمه لازم نوضحها. بس خلينا ناخد الاول تليفون عبير من القاهره. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عبير علي صوتك شويه. بقول لحضرتك انا كان ابني تعبان عنده التهابات رئويه. لا عبير لو سمحتي اقفلي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون بعد اذن حضرتك. طيب ماشي حاضر. المهم حجزته في حضانه وبعد ما حجزته
طيب ماشي. طب ثانية واحدة. الو. ايوه اتفضلي يا مدام عبير. بس حضرتك انا حاجات في حضنه وكان تعبان جدا، جات له التهابات رئويه، وبعد ما جات له التهابات رئويه خف والحمد لله، بس دلوقتي اليومين دول برضه تعبان. فانا عايز اعرف هل هو الحقنه اللي حضرتهم بيتكلموا عليها كويسه، يعني اروح اداله فين، ولا احنا اول مره نسمع عنها دلوقتي؟ طيب دكتور عبد الله، حاجه السن قد ايه؟ سنه قد ايه؟ هو عنده شهرين بس حجز، هو عنده 40 يوم بس، مولود مظبوط مش ناقص ولا اي حاجه. فجات له التهابات رئويه، حجزته في حضانه بالغلا والكوى، انا احنا ظروفنا على قدنا، حجزته بس الكويت 5000 جنيه صراحه يعني. واول مره اعرف عن الحقنه ديت، فانا عايزه اعرف دلوقتي لان هو برضو عنده نسبه بسيطه. نسبه ايه يا عبير؟ الالتهابات الرئويه. تمام. بس فانا عايزه اعرف اوديه فين ولا اجيبه منين، لاني برضو الدنيا يعني الواحد ربنا واللي يعلم بالواحد برضو. طيب هو شهرين صح؟ عنده داخل في شهرين ونص دلوقتي حاليا، يعني هو كان عنده كان محجوز وعنده 40 يوم. طيب حاضر يا مدام عبير، خليكي معانا، هيرد عليكي دكتور خليل. هو حضرتك في الالتهاب الرئوي كمرض له اسباب كتيره، بس اهمها بيبقى سواء فيروس او انواع بكتيريا معينه زي المقاولات الرئويه والانفلونزا البكتيريه. وهو بالفعل فعلا في تطعيم الانفلونزا البكتيريه ده كان اضافي قبل كده، وتبع دلوقتي بقى تبع التطعيمات الاجباريه اللي بتتاخد عند شهرين واربعه وسته. تمام. ده اوريدي بيحمي من التهاب رئوي من نوع معين. تطعيم المقاولات الرئويه اللي انا اتكلمت عنه من شويه ده بيحمي من سبب او مسبب اخر لمرض التهاب الرئوي. فاحنا في الحاله دي هو دلوقتي عمره شهرين ونص تقريبا. اكيد هو خد عند شهرين تطعيم الصحه الاجباري، هناخده تاني 4 شهور و6 شهور، ومفروض في جرعه منشطه عند سنه ونص. تمام. ده بالنسبه للانفلونزا البكتيريه. تمام. دي في يعني الاضافيه بقى المقاولات الرئويه يفضل انها برضه تديها له علشان تحميه من اسباب اخرى بتسبب التهاب الرئوي. تديها له عادي يعني. تمام يا مدام عبير، ممكن تدي الحقنه لابنك عادي في اي صيدليه؟ بالظبط. عندنا في اي فروع في العيادات، بس هي ما تديلوش التطعيم وهو عنده يعني التهاب، ما يكونش فيه سخونيه. لما ما يكونش فيه سخونيه ولا التهاب يخف من الدور اللي عنده. بالظبط. طب حضرتك قبل المداخله كنا بنتكلم على الفيروسات اللي ممكن تكون اعراضها برد بس بيبقى فيها بالنسبه برضو ما دام انت بتتكلم برضو نضيف برضو تطعيم الانفلونزا هيبقى مهم بالنسبه له برضو، بس لما يتم 6 شهور. تمام. طيب استاذن حضرتك معلش، احنا معانا خالد من البحيره. استاذ خالد. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. اذا سمحت عايز اسال الدكتور ازاي افرق بين دور البرد العادي اللي هو مصاحب لدرجه الحراره ودور يعني الانفلونزا اللي فيروس حضرتك يعني. حضرتك عايز تعرف تفرق بين البرد والانفلونزا. ما في دور برد عادي حضرتك يبقى مصاحب بدرجه حراره بيبقى شبيه لدور الانفلونزا. تمام. يعني عشان افرق بين الاثنين دول حضرتك مثلا يعني. تمام. حاضر يا استاذ خالد، اي اسئله تانية؟ لا شكرا. شكرا يا فندم. هو الحقيقه الفرق بين الاثنين هو سؤال كويس، لان الناس بتعتقد ان اي دور برد ده انفلونزا. لا. في حاجه اسمها الكومن كولد فيروس، ده اللي هو فيروس البرد. البرد العادي. وكثير من الفيروسات الجهاز التنفسي ممكن تسبب حاجه قريبه او شبيهه بالانفلونزا. اللي بيحصل ايه ان الكومن كولد فرق بينه او البرد العادي والانفلونزا، ان الانفلونزا لابد ان يكون فيها حراره اكتر من 38، لابد. ما فيش حراره ما تبقاش انفلونزا. دي حاجه ممكن تصل الى 40 بقى وات ايفر يعني. الانفلونزا البرد العادي ما بيكونش فيه حراره، واذا كان فيه بيبقى نص درجه ومعاه رشح ومعاه شوية التهاب في الزور وخلاص على كده. الانفلونزا بقى تلاقي الحرارة أزيد من 38، تلاقي رشح يعقبه انسداد في الأنف يعني الاثنين، تلاقي تكسير رهيب في الجسم، يعني الجسم زي الإزاز،
والالام في المفاصل والعضلات، وهتلاقي برضو في العينين فيها شويه دموع الرشح شويه. تمام طيب دي برضو نقطه اول حاجه نعملها خصوصا للاطفال نقيس الحراره. استاذ سيد من الجيزه، الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا استاذ سيد. اسمعنا لو سمحت من التليفون واقفل صوت التلفزيون يا استاذ سيد. السلام عليكم، معايا الحاجه عندها 70 سنه. ايوه. بيجي لها حوالي في معدل كل ساعتين قرشه نفس كده بالليل. وحضرتك انا مش يعني مش عارف اعمل ايه، اعمل لها اشعه على الصدر ولا اعمل ايه بالظبط؟ انتوا ما عملتوش اي حاجه لغايه دلوقتي يعني؟ بنعلق جهاز اللي هو الجهاز التنفس العادي اللي هو هي عندها حساسيه. هي عندها حساسيه؟ حساسيه على صدرها. وهي عندها سكر وضغط وسن كبير يعني 70 سنه. 70 سنه وعندها سكر وعندها ضغط وبيجي لها كل ساعتين تقريبا. طبعا ماشي يا استاذ سيد خليك معايا. السكر من الحاجات اللي بتضعف المناعه وتسبب العدوى سواء بكتيريه او فيروسيه نتيجه ضعف المناعه بسهوله. الفكرة كلها ان هي لازم تتشخص صح، يعني ما ينفعش اللي بيتقال ده، لازم في حاجات لازم تتعرف، هل هو عنده مشكلة في القلب ولا ما فيش، دي نقطة مهمة. هل الـ بالنسبة للتنفس ده لازم تاخد حاجات دايما تفضل معاه الـ 24 ساعة؟ الجرعات تتظبط مع الدكتور، تشخيص يعني. لا يعني لابد محتاجه فحوصات. بالظبط، يبقى محتاجه فحوصات وتشخيص. طيب علشان نقدر نقول ايه. معانا احمد من الغربيه، اتفضل يا استاذ احمد. ايوه يا فندم. اتفضل. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور نبيل لو سمحت. اتفضل. الو. ايوه يا فندم احنا سامعين حضرتك، اتفضل. ايوه يا فندم. اتفضل. معلش بس المدام عندي عندها انفلونزا صيف وشتاء. ما بتنقطعش خالص، راحت لجميع الدكاتره جميع المتخصصين. كله يكتب علاج وما بتخفش نهائي خالص. عمرها قد ايه يا استاذ احمد؟ نعم عمرها قد ايه؟ سمعها عندها 40 سنه يا فندم. 40 سنه. في حساسيه او حاجه؟ في عندها مشكله حساسيه مزمنه او حاجه؟ يعني هي راحت لدكتور قال لها انت عندك حساسيه في الجيوب الانفيه، تاخد علاج وتخف قيمه يوم او اتنين ويرجع تاني الموضوع تاني. بجد احنا يعني مش عارفين نعمل ايه، صيف وشتاء بقالنا سنتين اتنين بالوضع دوت. طيب لابد من علاج السبب، يعني لازم تعالج الجيوب الانفيه وليها علاج معين بحيث ان احنا نعمله، وفي نفس الوقت في اول الشتاء بناخد حاجات وقائيه زي اللي اشار اليها دكتور خالد. الحاله اللي زي دي دكتور خالد تاخد صيف وشتاء التطعيم ولا تاخد؟ لا هو بيتاخد مره في السنه. هو بيتاخد مره واحده في السنه. بس هو تاخد نوع واحد لان هي عندها مشكله كبيره. هو اللي موجود نوع واحد، اللي موجود دلوقتي نوع واحد. في كذا ثلاث فصائل. بس هي الحساسيه هي اللي عامله يعني. في علاجات بنديها احيانا لمده شهرين او ثلاثه، وفي احيانا في علاجات مستمره. فده يتوقف على حالتها يعني. لابد بتقول ما بتروحش خالص. هو بيقول ما لا يعني لازم تتفحص كويس حقيقه. يعني انا عاذر طبعا الناس اللي بتتكلم، بس يعني كل حاله ليها خصوصيه. فما اقدرش اقول حد يقول لي انا عندي حساسيه يبقى هو كله زي بعضه، ما ينفعش. هي المشكله كمان يا فندم ان في ناس بتقول ايه انا عندي دواء كذا، فبيروح الصيدليه يكتب له، فممكن الدواء ده يكون فيه مثلا مركب او مكون معين عمله هو حساسيه او عمله. ده لازم تشوفي هل هي مثلا حساسيه، ممكن جدا حساسيه اكل، ممكن حساسيه استنشاق، ممكن حساسيه من كيماويات، تعمل كل ده. طبعا مع وجود الجيوب الانفيه المزمنه اللي عنده فبتنزل افرازات خلف الانف على البلعوم، فينزل يعمل لك المشاكل اللي هو بتحس بيها. فيعني محتاجه الحقيقه فحوصات يعني. هي محتاجه ان احنا يا جماعه يعني برضو وعي. هرجع تاني لموضوع الوعي وموضوع ان احنا لازم نبقى فاهمين كويس بس احنا عندنا ايه الاول عشان نقدر نتعالج منه. مش عندي حساسيه وخلاص، عندي انفلونزا وخلاص. بس انا عايز اقول نقطه يعني مهمه، انه اللي يحس بمبادئ برد او انفلونزا يستنشق بالميه والملح. دي نقطه مهمه جدا. ميه وملح. نقطه مهمه جدا، لان الفيروس ممكن الفيروس هي مدخله عن طريق الاغشيه المخاطيه في الجهاز التنفسي. الميه والملح ممكن يقتل نمو الفيروس في بداياته. يستنشق بميه وملح. يعني ثلاث مرات في اليوم.
طيب ثلاث مرات في اليوم اللي يحس بأي أعراض برد أو وشربة الفراخ. وشربة الفراخ، طيب حاجات سهلة يا جماعة، بسيطة كلها بسيطة. طيب معنا أستاذ حسين. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ حسين، اتفضل. لو سمحت عايز أسأل الدكتورة، الأجسام المضادة تمنع من السفر ولا إيه علاجها بالظبط؟ لا نعلي صوتنا شوية يا أستاذ حسين، إيه اللي تمنع من السفر؟ الأجسام المضادة. الأجسام المضادة؟ بتاعت إيه؟ بتاعت إيه؟ بتاع الفيروس، يعني اللي كنت حللت قبل كده. فيروس سي ولا أنت عندك إيه؟ أنا كان عندي أجسام مضادة. فيروس سي؟ أيوة بتاعت فيروس إيه يا أستاذ حسين؟ كنت مسافر وعملت تحاليل قال عندك اجسام مضاده، طب ايه علاجها؟ ما لهاش علاج. تمنع من السفر ولا تمنع؟ تمنع. طب تمنع إيه علاجها؟ حتى لو البي سي ار طلع نيجاتيف هم بياخدوا بالتحليل بتاع الاجسام. طب علاجها ايه لو سمحت يا فندم؟ ده تعمل بقى تحليل التاكيدي اللي هو البي سي ار، وبالتالي اذا طلع انه موجود يبقى تتقدم لمشروع العلاج في وزارة الصحة بتاع فيروس سي، وهم هيدولك الدواء. لكن لو أجسام مضادة بس والبي سي آر نيجاتيف يبقى مش مفيش علاج، ما مش هتاخد علاج. طيب تمنع من السفر؟ أنا عملت البي سي آر وطلع نيجاتيف. طيب يبقى هو ده القانون كده يعني. ده قانون يا فندم. ويعني احنا برضو بنبقى قلقانين لما بيدخل عندنا أي حد عنده فيروسات. عموما حضرتك برضو تعمل التحليل التأكيدي بعد إذنك، يقول عمله وطلع نيجاتيف فخلاص هو ما عندوش حاجة يعني، هو تعرض بس هتمنعهم السفر. طيب شكرا أستاذ حسين. ناخد مدام عزة. ألو. أيوة صباح الخير. صباح النور يا فندم. والله أنا عايزة أسأل حضرات الدكاترة. فضل. أنا سني 71 سنة. أيوة. عندي ضغط وسكر وعندي حساسية في الجيوب الأنفية من 40 سنة. كانت في الأول للخارج، يعني الأنف من برة كانت بتنقر زي الحنفية بالضبط، زي الحنفية البيضة. وبعد ما جاني السكر بقى الإفراز من الداخل، فبيجيني من عند في الزور من عند اللوز كده يجرح الزور، وطبعا انا بكحه باستمرار، ما نفعش معايا اي علاج، مش عارفه اعمل ايه. طيب هنجاوب على حضرتك بس ناخد تليفون معانا تاني. هنجاوب مها من الجيزه. الو يا مها. ايوه معاكي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا مها. لو سمحتي انا بالنسبه لي انا واحده عندي حاجه 40 سنه على طول كم؟ عندي بلغم وتعالجت كتير من الجيوب. عندك كام سنه يا مدام مها؟ عندي 48. 48 عندك ايه؟ عندي بلغم على طول على صدري. وبعدين اتعالجت كتير من الجيوب الانفيه. اوكي. وبعد كده بتجيلي شهقه زي لا نفس يطلع ولا يخرج، بتقعد معايا بتاع ربع ساعه. تمام. ده من امتى؟ لا هي عندي من كام سنة بس ما رحت لدكاترة كتير ومراكز قالوا لي ما فيش علاج. وأخيرا بقى لقيت بينزل من جنب من مناخيري دم، وبيطلع برضو البلغم مليان دم من بقي. طيب هنجاوب على الأسئلة كلها مع بعض. في استفسار تاني مدمها؟ طيب أستاذ رجب من الأقصر. صباح الخير يا فندم. صباح النور. تحيا مصر يا فندم، وتحيا قناتكم يا فندم دريم يا فندم. ربنا يخليك يا استاذ رجب. والله يا فندم مش شاكين يا فندم، مش شاكين يا فندم، بتوصلوا صوتنا يا فندم. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا فندم. احنا عندنا مركز اسمه اسنا محافظه الاقصر يا فندم. على مستوى جمهوريه مصر العربيه مليء بالفيروس والوباء الكبدي، لان ما عندناش ولا صرف صحي ولا عندنا مستشفيات ولا عندنا اي رعايه كافيه. فين مركز اسنا محافظه الاقصر؟ تمام. اكتر مركز فيه فيروس وباء كبدي على مستوى الجمهوريه والله. مركز مهمش، ولا في صرف صحي ولا في مستشفيات ولا في اي حاجه خالص. مفيش عدم وقايه نهائي يا فندم. تمام. وبالنسبه لي انا يا فندم عندي حساسيه في صدري لي حوالي 40 سنه والله، وماشي على الكورتيزول وقاعد في البيت والله ما بطلع. طيب اولا البلاغ اللي حضرتك قدمته يعني وصل، احنا هنحاول نتواصل مع المسؤولين. تاني حاجه هنرد على موضوع الحساسيه ده حالا، بس ناخد عشان بس الناس ما تستناش على التليفون كتير. معانا مين يا جماعه؟ احمد السيد محمد. ايوه يا استاذ احمد اتفضل.
ايوه انا بقدم في المحل الكبرى بقالي سنه على الفيروس سي، وبعدين قالوا لي رحت تاني قالوا لي اديني القرار ان ناخد العلاج، قالوا لي لا الكلام اتعدل لازم تجيبه تاني. جيت قلت لهم وانا اسبوع عايز علاج لفيروس سي؟ نعم. طيب وبعدين قالوا لي الكلام اتعدل من الحقن للحبوب، وبعدين قالوا لي اسبوع واحد انا ابعت لك ما بعتوليش وخد رقم تليفون. طب ممكن لو سمحت تسيب رقم تليفونك في الكنترول، احنا يعني احنا هنساعد حضرتك في الموضوع ده، ممكن تسيب بس رقمك في الكنترول. طيب نرد بقى على الاسئله. اولا الحاجه عزه، مدام عزه عندها 71 سنه، عندها ضغط وسكر وحساسيه في الجيوب الانفيه شديده جدا جدا. شوفي واضح ان الاسئله كلها ريليتد للحساسيه. خلاص فنشرح الحساسيه هتجمع الاجابه على الاسئله كلها. الحساسيه دي بتبقى نوع من عدم الاستلطاف ما بين مادة معينة وخلايا معينة في الجهاز المناعي. خلاص؟ المادة دي أول مرة الجسم يتعرض لها بتطلع ضدها أجسام مضادة. تاني مرة الأجسام مضادة تقوم قبل المادة تطلع المواد زي الهستامين والمش عارف الحاجات اللي هي كلها الليوكوتراينز وكل الحاجات اللي هي بتسبب الإيه؟ أعراض الحساسية اللي هي الخنقة اللي هي ضيق الشعب اللي هو كل الحاجات الجلد، حاجات على الجلد كل ده. فيبقى أول حاجة بالنسبة للحساسية أن أنا أعمل نوع من التقييم للجهاز المناعي، هل دي فعلا حساسية؟ لو هي حساسية في عندي أن أنا بعمل، هل هي حساسية من أكل ولا من مستنشقات ولا من حاجات بلمسها زي الصابون والحاجات اللي زي كده؟ أيوة. او مضادات حيويه او ادويه. تمام. الحاله دي اقدر ان انا اشخص حاجه زي كده. المرضى السكر ومرضى زي ما قلنا الضغط، يعني الضغط شويه لا ما يعني اقل، لكن مرضى السكر، مرضى الاورام، مرضى اللي عندهم التهابات مزمنه في الكبد او الكلى، كل دول اكثر عرضه للاصابه. طيب. معانا استاذ اشرف من البحيره. صباح الخير. صباح النور يا فندم، اتفضل. والله انا عايز يعني اتهز الفرصه دي واوجه سؤال يعني للعالم الكبير يعني الدكتور عبد الهادي مصباح. اتفضل. وعايز اساله بالنسبه لحضرتك المواد الحافظه، ايوه، ومكتسبات الالوان والطعم اللي موجوده في بعض العصائر والحلويات، حضرتك مدى تاثيرها على الجهاز المناعي بالنسبه للطفل؟ حاضر، في حاجة تانية حضرتك؟ لا متشكر لحضرتك جدا. شكرا يا أستاذ أشرف. الحقيقة تأثيرها سيء، وهي بتؤثر بالسلب على جهاز المناعة، وهناك مواد كثيرة سواء في المقرمشات أو العصائر أو الحاجات اللي هي محطوطة في أكياس دي يمكن أن تؤثر بالسلب على جهاز المناعة، وتؤثر أيضا على الدهون، ترسيب الدهون في الشرايين وبالجسم، ولذلك بتشوفي كمية سمنة في الأطفال. في الأطفال مش طبيعية، مش طبيعية. وصحتهم وحشة، ناخد بالنا يا جماعة جدا من حكاية الأطفال والأكل المحفوظ والعصائر المحفوظة، ما نستسهلش. بالظبط، ما نستسهلش. بالظبط، يعني ما تحط نقعد نجيب لهم في أكل وسندوتشات من بره وفي الآخر هنرجع نندم. طيب يا جماعة أنا بعتذر للسادة المشاهدين طبعا على بقية التليفونات، هنتلقى بقية. طيب ناخد آخر تليفون عشان ما يزعل. مين؟ هشام، أستاذ هشام اتفضل، ده آخر تليفون معانا، معلش. أستاذ هشام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل. علي صوتك شوية يا أستاذ هشام. تحياتي لأستاذ الدكاترة عم تحضر. اتفضل. دلوقتي أنا عندي طفلين. عندك طفلين؟ والتاني 8 سنين. عايز اعرف انت التطعيمات بقى اللي امشي عليها من السن ده لغايه يعني ان شاء الله. طفلين ايه وايه بس عشان دكتور خالد يسمعك. ماشي. بقول لك عندي طفلين، واحد 6 سنين والتاني 8 سنين. 6 سنين و8 سنين، عايز تعرف ايه التطعيمات الاضافيه اللي ياخدوها واجيبها منين يعني؟ حاضر دكتور خالد. هو في الجدير المائي والكبد الف والحمى الشوكيه. امتى؟ لو ما كانوش اتاخدوا كل التطعيم دول لهم فتره معينه، فتره حمايه، يعني الحمى الشوكيه له 3 سنين. الجدير المائي بيتاخد جرعتين بينهم 3 شهور بالنسبه للاعمار دي. طيب. ما بتكررش تاني. والكبد الف جرعتين بينهم من 6 ل 12 شهر وبرده مش بيكرروا تاني.
طيب دكتور خالد، يا ريت بقى معلش في النهايه كده نوجه نصيحه للساده المشاهدين بخصوص الامصال والتطعيمات، يعني انا خصوصا اللي عندهم اطفال لو سمحتوا يسمعونا كويس قوي. اتفضل. هو بالنسبه للانفلونزا تطعيم مهم جدا جدا جدا. يعني مش بس بالنسبة للأطفال اللي عندهم حساسية، مش بس بالنسبة للأطفال اللي عندهم مرض في القلب الصدر، مرض نقص مناعة، لا مهم بالنسبة للأطفال كلها، بداية من 6 شهور لحد المسنين. كل الأطفال حتى اللي بالزبط. ما بيعانيش من حاجة. بالظبط. وبطمنهم إن مش أي دور يجي بعد تطعيم الإنفلونزا نقول إن التطعيم ما كانش فعال. لا، زي ما قلنا إن التطعيم في أكتر 3 فصائل متشارين وأشدهم في الموسم، لكن ممكن في بعض حالات النادرة نتعرض لفصيلة تانية، ده ما يمنعش نحن ناخد التطعيم علشان دول أكتر حاجات منتشرة في الوقت ده. بالنسبة برضو بناشد الجميع المقبلين على العمرة والحج ان هم ياخدوا 3 حاجات: تطعيم الحمى الشوكيه، ايوه، اللي هو التهاب الصحي، وتطعيم المكورات الرئويه، وتطعيم الانفلونزا الفيروسي. اكتر يعني لازم الثلاثه دول يتاخدوا، ما نقولش حمى شوكيه بس، لان في اماكن الزحمه الواحد معرض لامراض كتير جدا، اهمهم الالتهاب الرئوي والحمى الشوكيه والانفلونزا وكده. وبرضو عايز اركز على نقطه تطعيم الانفلونزا. في ناس كتير بتربطه بالشتاء، يعني اول ما الجو يبدا يبرد يبداوا ياخدوه في شهر ديسمبر او يناير. لا، هو التطعيم متوفر من اول سبتمبر تقريبا كل سنه. وده بدايه يعني داخلين على الموسم الخريف، وده بدايه انتشار الفيروس نفسه، فكل ما نقدر نحمي او نقدر نطعم اكبر جزء من الافراد في المجتمع، كل ما بنقلل الفيروس اللي السيركيليتنج او بيلف في المجتمع. تمام، عظيم. دكتور خالد، الدكتور عبد الهادي عفوا، نصيحة أخيرة بقى تقدمها للسادة المشاهدين؟ يعني بلاش الرعب الموجود من الحاجات الجديدة، لأنه طبعا ما فيش شك إن الميديا والحاجات دي بتهول شوية، يعني بتاخد طبيعي الشائعات اللي على الفيسبوك. يعني ما فيش حاجة تستدعي هذا الرعب. ناخد بالنا من أكلنا، وناخد بالنا من نومنا، وناخد في حاجات كتير أخطر موجودة مش بنهتم بيها. بالظبط، صح. وننتبه للأمور اللي هي يجب إن احنا ننتبه ليها من خلال وعينا ومن خلال النصائح اللي احنا بنقولها. طيب، عامة عودة إلى فيروس زيكا مرة تانية، مفيش ولا حالة موجودة في مصر ولا في الشرق الأوسط فيروس زيكا، ما تقلقوش، ما بينتقلش عن طريق الحيوانات ولا حاجة، حتى الناس اللي بتربي حيوانات مفيش حاجة اسمها كده، هي بتنتقل عن طريق بعوضة معينة، وما فيش حالة سجلت لغاية دلوقتي، ما نقلقش، بس أرجوكم الوقاية. التطعيمات مهمة جدا زي ما ضيوفنا الأعزاء قالوا، ناخد بالنا من أكلنا ومن نومنا ومن التهوية بعد إذنكم على قد ما نقدر، و طبعا من نظافة المكان والنظافة الشخصية. وإن شاء الله ربنا يعافينا ويعافي ولادنا بإذن الله، دايما بإذن الله، بإذن الله مش هيحصل أي حاجة. بشكركم شكرا جزيلا، شكرا. نورتونا دكتور خالد عادل، مدير مركز التطعيمات الرئيسي بالمصل للقاح. شكرا يا فندم. بشكر أيضا الأستاذ الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة وزميل أكاديمية الأمريكية للمناعة. أنا اللي بشكر. مشاهدينا استنونا بعد الفاصل وفقرتنا الرئيسية الثانية، ودلوقتي هنطلع نشوف تقرير مهم جدا جدا عن شاب بيرسم على تذاكر المترو. تعالوا نشوف الموضوع ده ونرجع لكم مرة تانية. استطاع أن يجعل من رسوماته شيئا من السعادة الشاب أحمد، الذي أراد أن يغير من شكل تذكرة المترو ويرسم عليها رسومات مبهجة من تأليفه، ليرسم البهجة والبسمة على وشوش المصريين، فالبسمة هي هدفه الرئيسي. أنا بركب مترو كتير، ولقيت إن تاكسي دي حاجة يعني مهملة وتترمي في كل مكان، يعني حبيت أن استغلها بشكل ما، يعني استخدمها بوك ماركرز الأول، وبعد كده لقيت تيكت كان فيها شويه حروق كده، حد حرقها بولاعه، فتخيلتها بشكل ما. بعد ما رسمتها عجبني الموضوع وقررت ان انا يعني اخد ستيب كمان، فرسمت 100 تيكت، وبعد ما خلصت اول 100 قررت ان لا يعني ممكن اعمل حاجه احسن من كده، قررت ان انا اعمل 1000 واحده. اول تيكت رسمتها من 3 سنين، بس عشان طبعا يعني انا مش متفرغ الموضوع وشغله وكده، فيعني ما خلصوش لحد دلوقتي 1000. تلك الافكار البسيطه تحتاج إلى دعم صانعها ليطور من أفكاره حتى يحقق أهدافه المرجوة.